ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والشكل جديد. طيب تعالوا مع بعض نشوف هنعمل سلطة ازاي، مكونات السلطة دي في أي بيت. جزرة مبشورة مع بنجر مبشور، هتقولي لي ني ولا مستوي اختياري، معانا جرجير ومعانا خس ومعانا توم. المقادير بسيطة وسهلة على الشاشة في متناول الجميع، ولكن للأمانة لو جينا نعمل عملية إحصائية للقيمة الغذائية اللي موجودة في السلطة دي لا تعد ولا تحصى بجد. بداية من الجرجير والخس ألياف، والجزر المبشور فيتامين سي وألياف برضو، أو البنجر اللي هو بيعالج الأنيميا، وعندنا كمان التوم في غنى عن الحديث، ومعانا مايونيز في المقادير، ومعانا شوية ملح وزيت زيتون. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي، ولكن للأمانة أنا بخلي السلطة دايما في الآخر عشان بعتبرها لوحة فنية، معطيات وبرهان وأمانة بتقول إن أنا بحب ولادي قد إيه، بحب أسرتي قد إيه، بحب ضيوفي قد إيه، بحب الناس اللي أنا عازماهم على الغداء أو على العشاء قد إيه، من تنظيمي ومن غرفي وتقطيعي لطبق السلطة. مقادير في متناول الجميع، جيبولي الجزر، جيبولي الخس، جيبولي الجرجير، المايونيز، التوم، زيت الزيتون، عصير الحامض اللي هو الليمون، كل دي مقادير في طبق السلطة. طبق السلطة ده يعني أي حاجة تقدري تزودها فيها إضافة وتخليها حلوة وشكلها لطيف وجميل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نجيب طبق التقديم بالشكل ده كده، دي شبه السفينة، سفينة الحب، سفينة العطاء، سفينة النجاة. هناخد الخس والجرجير نقطعه بشكل لطيف، اخد من الجرجير ده شوية كده. انا مطمئن، ما خلي بالك تنظيم وقتك في المطبخ وخط سير اليوم بتاعك في المطبخ لازم تنظميه قبل ما تخش تشربي فنجان القهوة بتاعتك كده ولا كوباية الشاي الحلوة مع البسكويتة بتاعتك وتبدأي تقولي انا هبدأ اعمل ايه الاول، ما تخشيش كده ايه وخلاص، لا لازم تنظمي وقتك علشان تخلصي كل حاجة في وقتها، ده مهم جدا على فكرة. ناخد الجرجير بتاعنا الجميل الحلو ده كده. مدرسة المغازي بتقول ايه؟ ايوه سامعك انا، الخضروات الورقية تتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع، ده مهم جدا على فكرة. ما ينفعش بعد ما اقطع الجرجير ده كده اجي ان انا ايه اغسله. هفقد جزء كبير من السوائل بتاعته، هفقد قيمة غذائية كبيرة انا محتاج لها فيه فيفضل ان احنا نغسله قبل التقطيع. انقيها كده الجرجرايه جرجرايه، ورقه ورقايه، وابدا ان انا افرمه بالسكينه بقى، ناعم خشن، اسيبه ورق زي ما هو. انا شخصيا بحب الجرجير مع السمك سليم زي ما هو. لما افرمه كده يبقى معاه اضافه، حط معاه عين جمل، حط معاه شويه افوكاتو. الجرجير دايما يحب الاضافات عشان نكسر الماده الحامضه اللي فيه لانه حامض، حامض عنه يقول. ادي الجرجير هنا بالشكل ده كده، حلو. معايا بنجر بحطه هنا كده. شفت طبق السلطه ده؟ حلو. معايا جزر مبشور بحطه هنا كده. طبق السلطه لوحه فنيه، تبقى يعني مستخسره تضربي المعلقه فيها تبوظ اللي انت عاملاه، ولو اي من حد من ولادك يقرب منها لا يا واد استنى لما باباك يشوفها يبصم عليها يعرف ان انت تعبت فيها. يا ويله اللي يلعب في طبق السلطه ده ولا يلخبط اللي فيه قبل بابا ما يقعد على السفره، ولا حماتك لو عندك وهتتاخر شويه. اللي بتعمل حاجه حلوه بتبقى عايزه الكل يشهد لها ويقول لها تسلم ايدك يا ماما. وده الطبيعي، يعني انا احب واحد مثلا يقول لي تسلم ايدك يا شيف، انا يا عم مش عايز فلوس، عايز الكلمه الطيبه، الكلمه الحلوه هتخليك تعمل حاجات حلوه. حلوه دي جت معايا ازاي مش عارف، قال لك الكلمه الطيبه تخليك تعمل حاجات حلوه. ناخد الخس ده كده بعد التقطيعه دي كده، الله، وينزل هنا كده الجميل ده كده، بنعكس الموضوع، ننزل بالجرجير. لا والله اللي هتقول لي عليه انا اعمله، بيقول لي هتحط اي نوع بقى من هنا، جزر ولا بنجر؟ احط طبعا اكثرهم قيمه غذائيه،
او افياتهم البنجر. حلو، هنعمل الصوص بتاعنا دلوقتي، مكوناته زيت زيتون، فص ثوم مفروم ناعم لا تراه العين ولكن بالمذاق نقدر ان احنا نستطعمه، يعني الثوم قليل ويكون ناعم عشان الثوم ما ينفعش يبان على السلطه دي. عصير ليمون، نشيل كل حاجه من هنا انا مش عايزها، نحط الورده دي هنا. الورده دي لها معاني كتيره، نشيل كل حاجه من هنا. جزر نزود شويه، نزود شويه، نشيل كل ده. يلا بينا تعالوا نتبل السلطه الحلوه دي، ويا ريت تتبليها قبل ما نقعد على السفره مباشره. تجهزي الدرسنج بتاعها او الصوص بتاعها، بس تلاقي الاسره جت على خير وكله اجتمع نبدا ننزل بيها على السفره. ده مطلوب مننا ليه يا عم الشيف؟ عشان السلطه طالما فيها خضروات ورقيه بتهبط بسرعه، معالمها بتختفي بسرعه، خاصه لو كانت فتوش ولا تبوله. نروق الدنيا كده، نظافتك اول باول للمطبخ. زيت زيتون قليل بما ان احنا بنعمل اكل صحي، بقدر الامكان قليلي من الدهنيات اذا كان زيت ولا زبده. للامانه معلقه خل صغيره، يلا جت في طريقي، موجوده اهلا وسهلا، مش موجوده برضو اهلا وسهلا. هناخد المايونيز، فص توم محترم كده صغير، والتوم اختياري برضو اللي حابب اهلا وسهلا. كل دول يا عم الشيف بالمضرب، ممكن تحط خل بلسمك اذا انت عايزه مفيش مشكله. والخل البلسمك ده يعني معلش هو طعمه قوي جدا، بيبقى اختياري. ناخد الصوص الحلو ده كده بنوزعه على طبق السلطه الحلو الجميل. مهم جدا وانت بتوزع الصوص ده برضو اختياري، ممكن ولادك مش حابين. اهو شفت الحلاوه دي اهو، وده يفضل اضافته او اضاعه ان احنا يعني نضيف الصوص او نتبل السلطه بتاعتنا قبل التقديم مباشره. ايه الحلاوه دي يا عم الجميل؟ اهو ده. سيبها كده بقى لغايه لما الاسره كلها تتجمع على خير وبالسلامه ان شاء الله. حلو الكلام. صينيه كوسه محشيه باللحمه والطماطم، صحيه؟ نقول صحيه بنسبه 80%، يعني مجموعي دخلنا مرحله اولى الكليه اللي احنا عايزينها. اما الكوكيكز بنسبه 60% للامانه، لانه دخله زبده وبيض. اتكلم اما السلطه بنسبه 100%، فيها مايونيز. المايونيز اللي معانا مايونيز لايت دايت، يعني ما فيهوش دهون كتيره، معمول من غير بيض. مقاديرنا النهارده بسيطه في متناول الجميع، ولكن الاكل اكل صحي. قدرنا نخترق كل المطابخ، عملنا كوسه محشيه بالطعم الشامي بالطعم المصري، اهم حاجه ان هي خفيفه على الجيب وخفيفه على المعده. عملنا بسكويت لطيف وجميل الاطفال بيحبوه بالشوكولاته، عملنا سلطه الكل طبعا مش بيختلف عليها من مكوناتها اذا كان بنجر او خس او جرجير. يعني نقول رؤية وفن وإبداع وكمان أكل صحي بنشوفه كل يوم حد من كل أسبوع. الكلام ده منين يا مغازي؟ بالتأكيد من ماس بيرو.